أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله عز وجل إلا أمم أمثالكم،
لكن أظهر ما وقفنا عليه أظنه منقول عن النحاس رحمه الله أنه قال: أمم أمثالكم في خمسة أشياء. في كم يا من تكتبون؟ في خمسة أشياء: في الخلق، هم يخلقون مثلنا ويتناسلون، وفي الرزق، فالطير والبهائم كلها تحتاج إلى الرزق، وفي الموت فسائر الخلق يموتون، والرابع في البعث، فظاهر القرآن أن سائر الخلق يبعثون، والخامسة سأقول قول تردوه أنتم وتقبلوه، وفي الحساب، صح؟ سكت المشايخ. غير الصحيح. لماذا ما ليس لهم حساب؟ لأنهم غير مكلفين. طب أنا قلت في الآن موت، خلق ورزق وموت وبعث، ولماذا يبعثون؟ كانوا لن يحاسبوا للاقتصاص، للاقتصاص، والاقتصاص غير الحساب، جزء من الحساب. فيقال في الخامسة والاقتصاص، فيقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. وبعض أهل العلم يرى أنهم لا يبعثون، لكن نقول ظاهر الأرض ظاهر القرآن أنهم يبعثون. ربنا يقول: ثم إلى ربهم يحشرون، ويقول: وإذا الوحوش حشرت. هذه نصوص قرآنية، مهما بلغ اجتهاد العالم على العين والرأس يقدر مكانه وموضعه منزلته في الأمة، ولا يرمى بالتهمة ولا يظن به السوء. لكن نقول إن القول لا نرى دليلا عليه موافقا. ظاهر هذا الكلام الآن عن الجناح نفسه. لما قال ربنا أولي أجنحة، كذلك الجناح جاء في القرآن أن هناك جناح اسمه جناح الذل. ربنا يقول في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل. الذل غير الجناح، الآن نتكلم عن الذل. الذل قسمان. كم قسمان؟ ذل يرفع وذل يضع. ذل يرفع وذل يضع. الآن السجود، السجود هيئة ماذا؟ هيئة ذل. ولذلك لا يقبل
بلغ من أمامك ملك، أبوك، أمك، أيا كانت حالته، لا يقبل أبدا أن تسجد له، لأن هذا ذل ليس بعده ذل. هذا لو قدر أن أحدا جاء لأحد ملوك الدنيا وسجد له، هذا ذل يرفع أو يضع. لكن لو أن أحدا سجد لا يريد بسجدته إلا وجه الله، هذا ذل يرفع. واضح؟ الجناح آلة بها يرتفع الطائر، واضح؟ بها يرتفع الطائر. ربنا هنا قال، ما قال وارفع، قال أكمل واخفض، مع أنني أريد أن أعلو لا أخفض. ماذا أفعل؟ أرفع الجناح. مع ذلك قال ربنا واخفض لهما جناح الذل. إن خفضت جناح الذل لوالديك رفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فهذا ذل يرفع أو يضع، يرفع ولا يستعير عاقل، ولا من يعرف نصوص الكتاب والسنة من أن يخدم والديه أي خدمة بلا استثناء يريدانها في غير معصية الله. والله أعلم بنا وبهم، وقد وصانا بهما. وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نحن لا نملك الحقوق ولا ندري ما الذي يصلحنا من الذي يضيرنا، وإنما يعلم الذي يصلحنا وما الذي يضيرنا ويملك الحقوق الله. فلما أمرنا ربنا ونحن عبيد له، عبيد قهر وعبيد طاعة، أمرنا بأن نبرهما، وجب علينا بغير جدال أن نبرهما، إذ ليس بعد الشرك ذنب. مع ذلك يقول ربنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أنت تراه يسجد لغير الله ومع ذلك يأمرك الله أن تصاحبه في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان والدك، إذا كان أمك يسجدان لله؟ يعظم البر، يجل، يكبر. واضح؟ قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
جناح. نعود الآن للملائكة الكرام. طلب العلم من أشرف ما يطرقه بنو آدم، والملائكة لها أجنحة كما مر معنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والعلم لمن رزقه الله إخلاص النية فضله كبير وشأنه أعظم، لكن يحتاج مع ذلك إلى شيء من الفطنة، ولا يكفي فيه القراءة والحفظ لوحدهما. ومن العلماء الأجلاء عبر تاريخ الأمة المشرق الطويل الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما وعن أبيه، يقولون إن أحد الرعاة يرعى غنم، قال له يا ابن عباس إن لي غنما أرعاها لأهلي أي لسيدي، وإنني لبي سبيل يعني بالطريق يطرقه الناس ويسألونني اللبن أعطيهم، قال لا. هذا الآن ظاهر. ثم قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإني أرمي فأصمي وأنمي فماذا تقول؟ والله لو سألها في زماننا هذا ما جابه أحد. قال أما وإنني أرمي فأصمي وأنمي، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل ما أصميت ودع ما أنميت، كل ما أصميت بالصاد ودع ما أنميت. الرجل يقول إنني أرمي يعني الصيد. الله يقول حل لكم الصيد البر، حرم عليكم الصيد. الصيد معروف. الرجل يتكلم عن الصيد، عن الرماية للصيد، فيقول أرمي. هذه أشكال فيها أن السؤال ما عن الرمي. فأصمي ثم أنمي. الإصماء أن يموت الصيد وأنت تراه، يعني تقتله ثم تراه يموت وأنت تبصر. والإنماء أن ترمي الصيد فيموت بعد أن بعد عن بصرك، يعني لم تره وهو يموت،
فابن عباس يقول له كل ما أصميت، يعني ما صدته ومات وأنت تبصره فكل، وما صدته ورميته ثم توارى عنك خلف تل خلف جبل خلف شجر، ثم جئت وجدته ميتا لكنك لم تره وهو يموت، فلا تأكل منه لأنك لا تدري أمات من رميك أم مات بسبب آخر. فقال ابن عباس رضوان الله عليه كل ما أصميت ودع ما أنميت. واضح؟ أقول الفتنة مطلوبة والحفظ مطلوب وجماع الأمرين تقوى الله، هذا ما يتعلق بوضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. كذلك ذكرت الملائكة في أحوال آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام ويخرج المسيح من جهة المشرق وهمته المدينة حتى إذا أتى دبر أحد ردته الملائكة صرفت وجهه تلقاء الشام فهناك يهلك. هذا حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال يأتي المسيح من قبل المشرق، أي مسيح؟ الدجال الذي يدعي الربوبية، وهمته المدينة أي ليس له مقصدا يريده حقيقة إلا المدينة، وهو يعني يمر على الأرض كلها باستثناء مكة والمدينة، لكن مكة بالنسبة له لابد أن تفرق. هو لن يدخل مكة، محرمة عليه، لا يستطيع أن يدخل مكة، لكن هو أصلا لا يحاول أن يدخل مكة. واضح؟ يعني الدجال لن يطأ مكة البتة، هذا كلام الصادق المصدوق، لكن الدجال أصلا لا يريد مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهمته المدينة، يعني مراده ماذا؟ مراده المدينة حتى يأتي دبر أحد. أحد جبل، دبر أحد يعني خلف أحد. وفي الحديث أنه يرى المسجد النبوي ويقول هذا قصر محمد. هنا تأتي الملائكة فتصرف وجهه تلقاء الشام، وهذا ظاهره ولا أجزم أن الدجال يرى الملائكة، وكل ملك معه السيف صلتا يعني مسلولا على ثمانية أبواب يومئذ للمدينة، فالملائكة تمنع الدجال أن يدخل المدينة رغم أن الدجال همته مقصوده من
وسلم فتصرف الملائكة وجهه تلقاء الشام. ثم قال فهناك أي أين؟ في الشام فهناك يهلك. وقد ورد في أحاديث أخرى صحيحة أنه يهلك على يدي عيسى بن مريم عليه السلام. ظاهر هذا يدل على أن هناك ارتباطا وثيقا جليلا بين ملائكة الرحمن ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن المدينة فيها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. يقول الشاعر وتألقت في طيبة سرج الهدى، وتألقت في طيبة سرج الهدى ما بين روضة سيدي والمنبر صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال عليه الصلاة والسلام ومن قبل عليه بين الشاعر قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نقول تصرف الملائكة وجهه تلقاء الشام، هذا الآن علاقة الملك بالدجال. ثم قلنا إن الدجال يهلك على يدي عيسى بن مريم. كيف ينزل عيسى؟ ينزل واضعا يديه على أجنحة ملك. عدنا لقول الله أولي أجنحة. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملك، قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع يميل إلى الحمرة كأنه خرج من ديماس، أي كأنه لتوه متوضئ عليه السلام. بل جاء بحديث صحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه قال من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. ونزوله عليه السلام أمر لا ينبغي التشكيك فيه مثقال نطق به القرآن والسنة، يفقه ذلك من يفقه. وربما غاب عن بعض الناس عفى الله عنا وعنهم. ربنا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويقول وإنه لعلم للساعة، في قراءة وإنه لعلم للساعة، وأحاديث لا تحصى في الصحيحين وفي غيرهما يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالعدل سلام الله عليه، لكنه يبقى تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعد نزوله هذا نبوة، ولا يعد نزوله هذا نبوة عليه السلام. نحن نتكلم الآن القضية الكبرى قضية الملائكة. هؤلاء الملائكة ذكرنا قضية الجناح لعلاقته بالدعاء
الدجال وعلاقته بعيسى بن مريم عليه السلام. جاء الجناح في القرآن في خبر نبي الله موسى، واضمم إليك جناحك من الرهب. ما الرهب؟ الخوف. فالله جل وعلا أرشدك لما موسى، أظن هذا مرة معنا، أن يضع يده اليمنى، لأن القلب في الجهة اليسرى، على يسراه حتى على صدره، بمعنى حتى تسكن نفسه، حتى تسكن نفسه. واضمم إليك جناحك من الرعب. لما كان الجناح يأتي في أحد الطرفين اقتص منه لفظ الميل، اقتص منه لفظ الميل. فيأتي في القرآن لما يقول ليس عليك تثريب، ليس عليك لوم، يقال فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم، يعني ما كأنك ملت ولم كأنك لم تحد عن طريق الله، يعني ما زلت مستقيما إذا رفع الله عز وجل عنك الجناح، كما قال الله في السعي بين الصفا والمروة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ أعداده، وعن الله على قوله، في قوله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.